يكرر مرجع سياسي أن ما جرى في مسألة التمديد أضعف ترشيح العماد جوزيف عون إلى حد كبير بعدما ظهر كمرشح انقسام لا توافق. رداً على سؤال عن تجاهل الكلام غير اللائق الذي صدر أخيراً من زوجة رئيس أحد الأحزاب في حق رئيس تيار سياسي، رأت أوساط إعلامية أن الرد على الكلام الحاقد يعطي قيمة، فمستوى الكلام الرخيص يرد على نفسه بنفسه. يتوقف مراقبون باستمرار عند حركة النائب جبران باسيل على الأرض، متنقلاً بين المناطق ومشاركاً في مختلف النشاطات على عكس باقي رؤساء الأحزاب والمتعاطين في الشأن العام.